مساء الخير يا واحده. خلاص حطاق من جنابها. عارفه ايه الذل اللي احنا عايشين فيه ده؟ وقت ما تتفش وترتاح بقى. يا نهار اسود، اوعي تقولي كلمه زي دي ثاني ولا اسمعها من بق. اعمل ايه بس يا صباح؟ انت ذنبك ايه يا اختي تستحملي الغلب اللي احنا عايشين فيه ده واخرتها كمان تتضربي من ابويا؟ يعني لا حمد ولا شكرانيه. يا ست انا راضيه اتضرب اتضرب عشان خاطرك وعشان خاطر امي المسكينه دي. ربنا يخليكوا ليا. قولي لي يا اختي عملتي ايه النهارده؟ الحمد لله جبرنا وحسبت المعلم كمان. طب يا اختي الحمد لله. ذاكري يا رضا عشان تنجحي. تذاكر يا ام ملحة، لو نفعتي ابقي تعالي قبليني. في يابا ما تسيب البنت تذاكر، على الاقل تطلع واحده فينا متعلمه بدل الخيبه اللي احنا فيها دي. انت عاوز حاجه اعملها لك؟ هتعشونا ايه النهارده؟ بتنجان. بنجان جت كل بالا كلوه انتوا مش واكل. تعالى كل بسرعه عمال مزجع حنفي بصارة. لا اهي دي افتح من البرنجان. رضا قومي يا جميل، تعالى انا جايبه لكم كفته سخنه مولعه. الله الله الله، انت مش هتاكلي معانا ولا ايه؟ انتوا لما تاكلوا كاني كلت ياما. اقول لكم ايه؟ كلوا وانا هراقب لكم الجو. لا خزبك من الجو، كلي بس حته كفته. طب كلي ياما كلي. خدي خدي يا صباح. هاتي يا حبيبتي. كلي يا بنتي. ايه ده بتاكلوا ايه؟ ياما